طيب اهلا بيكم في اجتماع زماله المدمنين المجهولين. نوع الاجتماع النهارده سبيكر معانا رؤوف شين، هيكلمنا عن تجربته في التعافي، وهي تجربه مميزه جدا لان رؤوف مبطل من الشارع، يعني عن طريق الاجتماعات وبرنامج فقط من غير ما يدخل اي اماكن علاجيه. تجربه مهمه وملهمه جدا. اتفضل رؤوف. أنا رؤوف مدمن. أهلا رؤوف. أنا عامل لغاية دلوقتي 8 سنين وخمس شهور، وممكن أقولها لكم باليوم والساعة كمان، لأن أنا الحقيقة بحسب تبطيلي بالساعات. أنا زي أغلبكم عشت كل مراحل الضرب، عديت بالحفلة وبالحرب والقاعة. بس الحقيقة اسمحوا لي، يعني أنا قبل ما أحكي لكم عن رحلتي مع التعافي والإدمان أحب أقول لكم حاجة بسيطة عن حياتي من قبل ما أعرف يعني إيه مخدرات أصلا. أنا ليا أخين وأخت، أنا الوحيد اللي اتلطيت، مع أننا كنا متربيين في نفس البيت مع نفس الأب والأم ونفس التربية، بس أنا كنت غير شوية. عندي اخواتي مهندسين ودكاتره، يعني فبقى في العيله مهندس ومدمن. انا كنت خجول شويه، حساس، بتكسف، يعني نقدر نقول بلغتنا دلوقتي يعني منحسر. بس انا بقى كنت منحسر على طول، منحسر كتير. كنت عامل لنفسي عالم خاص جدا بيا، وبختار في العالم ده حاجه معينه افضل ماسك فيها لغايه ما اجيب اخرها. شوية لعبة، شوية بقى مهووس بحيوان، آلة مزيكا، لغاية ما وصلت لمرحلة المراهقة بقيت ببقى مهووس بحاجات أخطر شوية. اتهوست بالعربيات، موتوسيكلات، شوية كورة، باراشوتات. بس هو الحقيقة كنت ببقى مهووس مش بالحاجة نفسها قد ما كنت ببقى مهووس بالخطر اللي في الحاجة. كنت احب قوي مثلا اجي اركب موتوسيكل، مش هتعلم ركوب موتوسيكل، لا عايز اقف فوق الموتوسيكل واسوق برجل واحده والف واطلع، علشان بدل ما ابقى رؤوف اللي مكسوف من الناس، لا ابقى رؤوف المبهر، رؤوف اللي لافت نظر الناس، رؤوف اللي محور كلام الناس. كنت اتكيف قوي بقى لما الناس يقولوا شفت رؤوف وجنانه، شفت المجنون عمل ايه، لغاية ما اتكعبلت في المخدرات. جربت كل حاجة، كل أنواع المخدرات عدت علي، مفيش مخدر مجربتوش. جبت قاع القاع وخسرت حاجات ما تتعوضش الحقيقة. كنت بحب العرباوي قوي، زي أبويا، زي أبويا. إيه ده؟ ده كان العرباوي بالنسبة لي أهم من أبويا، لدرجة إن أنا كنت بفكر إن أنا أطلق أمي من أبويا وأجوزها للعرباوي. أنا وصل بيا الحال إن أنا كنت بروح له البيت أخدمه وأنضف له البيت وأحمي له عياله، كأني بالظبط شغالة عنده. أمي رقدت من عمايلي السودة طبعا. وصل بيا الحال في يوم من الأيام إن أنا كنت باخد الأدوية اللي كانت أختي بتجيبها لأمي وأرجعها الصيدلية وأخد فلوسها وأضرب بيها. كنت بضرب بفلوس أدوية أمي. في ليلة من الليالي بعت أنبوبة الأكسجين بتاعت أمي وهي راقدة. كنت أخد ابني وهو في اللفة، كان لسه بيبي صغير، أخدوه انزل اقضي بيه علشان اخبي المخدر في هدومه من الكمين. انا وصل بيا الحال في ليله ان انا دخلت على بنتي كان عندها 3 سنين،
شديت الحلقة الذهب من ودنها ومراتي تزعق فيا وتشتمني وتهزقني وأنا خارج سمعتها بتدعي علي علشان أموت. عملت حاجات أبشع من كده بكتير بس مفيش حاجة خلتني أبطل إلا لقطة لا يمكن أنساها. في يوم دخلت الحمام ونسيت أقفل على نفسي الباب، كنت زي المجنون بدور على كل حتة في جسمي علشان أضرب فيها، مفيش، مجنون 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 بجد، كل عروقي محروقة، قاعد بخبط في جسمي كله بدور على أي عرق. وفجأة دخل علي ابني، نظرة ابني في اليوم ده شفت فيها رعب الدنيا والآخرة. في اللحظة دي قررت إن أنا لازم أبطل، خدت قرار بس ما كنتش عارف إزاي، لغاية ما جه واحد صاحبي من أمريكا مبطل، إداني كتاب أزرق كده بالإنجليزي، وأنا طبعا بالإنجليزي المهكع بتاعي ما عرفتش أقرأ غير كلمة إن وإيه تقريبا. قلت له لا 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 ترجم يا معلم. سحبني وراه، خدني أول اجتماع أوض، قال لك ده في تبطيل. الله، ناس بتبطل؟ هو في تبطيل يا جدعان؟ فضلت في الحرب دي مدة طويلة، ده لو كانوا يحلفولي على المية تجمد إن أنا ممكن أوصل للحظة اللي أنا فيها دي النهاردة ما كنتش أصدق. في تبطيل؟ قلت طيب وماله، ماشي أجرب، هخسر إيه يعني؟ ايه اللي هخسره اكتر من اللي كنت بخسره في كل ساعة؟ استلفت فلوس، رحت ديتوكس، خرجت من الديتوكس ما كانش معايا قرش ساغ اروح بيه اي مكان علاجي، ولا كان في حد اصلا مأمني ان انا استلف منه جنيه. خرجت من الديتوكس، طلعت على الاجتماع، بقيت مصدق في الاجتماعات جدا وقررت ان انا اخلص لها. فضلت مبطل بعدها كذا شهر، بس حالة التعالي بقى اللي أنا اللي فارض جوايا يعني مش قابل إن يبقى فيه مشرف عليا وبتحكم في حياتي والكلام ده، فوقعت أمانات بالعندي فيه. المهم رجع القرد يتنطط في دماغي والنداهة تندهني، اضرب اضرب اضرب. فقلت طيب خلاص انا المره دي ههندل وهغير نوع المخدر، مش هو هو، لغايه ما ركبت الزحليقه وهوب بسط. بعدين اكتشفت انه انتكاستي مش عند في اي حد غير نفسي، قررت الم روحي. انا كنت وصلت لمرحله ان تعب الضرب أكبر من تعب التبطيل، والمرة دي بطلت من البيت على الناشف، رجعت ألتزم، أمشي خطوات، أحضر اجتماعات مع شوية معافرة، تصديق كتير، تسليم إرادتي لربنا، بطلت تاني. ما بقيتش أشارك بأفكار الضرب زي أول تبطيلي، لا، بقيت أشارك بمشاكلي مع مراتي، مشاكلي في الشغل، لاني عارف ان الضغوط دي هي اللي ممكن ترجع تخليني عاوز اضرب تاني. وبقيت افكر نفسي كل يوم الصبح، انا مريض، انا مدمن، مرضي مزمن، مش هيفارقني، لكن انا اقدر ان انا احجمه واسيطر عليه. شكرا.